مجال الجزائر انظر وش يقول. هولندا من النادر ان تقابل رئيس دولة بكفاءة بوتفليقة. Président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité. الصحافة الفرنسوية ماذا تقول؟ تقول بأنه جلس معاه ساعتين ما استطاعش يعرف حتى واش يقول بوتفليقة. Le cadreur de France 2 se place et dès qu'il est en place, il zoome plein pot sur Bouteflika. On voit un micro au niveau de la joue car il a du mal à parler, donc il a un micro casque. Hollande ne parle plus, il y a un moment de silence. On a une image brute d'un homme affaibli. Le cadreur se recule pour faire un plan large, mais trop tard pour signifier que c'est terminé. Regardez. Clac, les communicants vont carrément éteindre le projecteur pour ne plus pouvoir filmer le président algérien. Durée totale des images, 57 secondes, jusqu'à ce qu'ils éteignent les projecteurs. ما يجيبش الإعلاميين نتاعو، يجيب الإعلاميين نتاع الحزب نتاعو ويجيب الإعلاميين نتاع المعارضة ويدخلوا. والويل للرئيس، الويل إذا كان دخل مع مجموعة من الإعلاميين وحجز الآخرين. إذا يقول له مالا أنت حبيت تخبي الحقيقة على الشعب، يدخلوا كل. وشفتوهم كيفاش مصور الرئيس، يعني هولندا يدخل لبلادنا ويكذب علينا على المباشر، والفضائيات تروج، كاين فضائيات تروج كأنها قالت صدق هولندا. وين راهي المهنية؟ وين راهي الاحترافية؟ والسؤال المطروح، ما دام عنده هذه القدرات والكفاءة، علاه ما يخرج للشعب الجزائري؟ أي يخرج لنا في ويورينا الكفالات نتاعو. وريتها لهولندا، على ما توريهاش لشعبك؟ ما حبيتش تخرج توريها للشعب نتاعك، وريها على الاقل للطبقه السياسيه، وريها للاعلاميين، اتكلم معاهم اخوك. والله ما ينجم يتكلم الرئيس يا ناس. الرئيس هل يرضى الشعب الفرنسي؟ هل يرضى الشعب الفرنسي ان يكون هولندا في حاله بوتفليقه؟ لماذا يرضون؟ احنا انتم تشوفوا ميترون لما كان عنده بالسرطان تاع البروستاتا وخباه على قامت القيامه تاع فرنسا. هذا ميلوان فاس رئيس الحكومه الفرنساويه ذهب الى المانيا في مقابله رياضيه ودا معاه زوج ماذا؟ زوج اولاده، زوج. الان اراه في فرنسا يسقسيو فيه، خلصت لهم من مال تاع الشعب ولا خلصت لهم المال نتاعك؟ Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et pour lever toute ambiguïté, tout doute, j'ai décidé d'assumer la prise en charge du voyage pour mes deux enfants, c'est-à-dire 2500 euros. ولا ينصر الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. هؤلاء على الأقل ما يعني الدين فصلوه عن الدنيا. كي نقولوا فصلوا الدين عن الدنيا مش يحاربوا الدين، فصلوه ولم يحاربوه. أياكم العلمانية في الغرب، ليش العلمانية تاع الدول العربية؟ الدول العربية أقبح أنواع العلمانية، قتالين لا يقتلون بأيديهم، ولكنهم يستقون بالخارج ويستقون بماذا؟ بالعسكر في الداخل. هذا هما ألعن أنواع العلمانية هي الموجودة في العالم العربي، قتالين سفاكين للدماء. نعم، ونقول لك لا، يدفعوا الجيش باش يقتل باسمهم، ويدفعوا الأمن باش يقتل باسمهم، ويدفعوا الخارج، يعني هذو مسلمين.
لكن انظر هذا هو من والفاس بدا زوج ولاده باش يشوفوا ماذا ماتش فرق. وهم يقول لك الاخوه بانه خرج الى الشعب الفرنسي واعتذر وقال سوف اسدد الاموال. عند احنا لا